الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها مع حضراتكم عن بطلة في كرة السلة. هي جاية من أمريكا للنادي الأهلي عشان تحقق هنا بقى طموحاتها داخل جدران النادي الأهلي. طبعا هي كمان خليني أقول لحضراتكم في البداية هي نشأت في القلعة الحمراء وبس بعد كده سافرت للولايات المتحدة لاستكمال دراستها والمشاركة كمان في العديد من المحافل الرياضية، ده على مستوى الجامعات. نجحت في أول موسم ليها في دوري الجامعات الأمريكية في الحصول على لقب أفضل لاعبة، وتم كمان اختيارها ضمن أفضل 5 لاعبات في هذا الدوري. كمان حصلت على السجل الأعلى تهديفا مع فريقها في أغلب المباريات. خليني أقول لحضراتكم يمكن احنا شفنا دلوقتي سريعا كده في التقرير يعني في احتراف اللعبة. خلينا نرحب بنادين السلعاوي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي. يا صباح الخير وإيه الشغل العالي ده؟ صباح النور حياتي. منورانا. أنا عايز أقول إن الجيل اللي أنا بنتمي ليه من محبي وعشاق كرة السلة عارفين كويس جدا من ضمن الاجيال الاكثر تميزا والاجيال الذهبيه في منتخب مصر في كره السله الفتره بتاعه كابتن مدحت ورده وكابتن عمرو ابو الخير وكابتن سيد السلعاوي. فاحنا بنتكلم على اسماء رنانه وليها تاريخ مشرف. طبعا بنت كابتن سيد السلعاوي كان ما كانش ينفع تطلعي اي حاجه ثانيه غير لعيبه محترفه. فسعداء بوجودك معانا منورانا وعايزين نعرف منك كده مبدئيا الفتره اللي فاتت فكره التواجد في امريكا، وانت عارفه طبعا ادرى يعني مني بكتير بقد ايه امريكا هي معقد كره السله على الصعيد العالمي. فتجربتك في امريكا كانت عامله ازاي لو في مساحه تلخصيها لنا؟ انا كان حلمي من وانا صغيره ان انا نفسي اسافر دوري الجامعات واكمل جامعتي هناك، وفي نفس الوقت اقدر اشارك في الدوري الجامعات الامريكي لان هو دوري قوي جدا ومنافسه مختلفه تماما، فهي برضو يعتبر احتراف في نفس الوقت. طبعا مع بابايا كان الموضوع صعب شويه في الاول، بس هو كان يعني كان مستقبلي وهو سابني احقق اللي انا كنت عايزه اعمله. مختلف جدا الباسكت هنا عن هناك، اصلا الرولز نفسها بتاعه اللعبه اصلا في رولز مختلفه. فاول سنه كانت بالنسبه لي كانت الدنيا صعبه يعني شويه، كنت بحاول اللي هو اتاقلم بقى كل حاجه بره الباسكت وجوه الباسكت، بس الحمد لله قدرت ان انا اعمل كده. الاكسبيرينس طبعا بتاعتي كانت يعني انا كل الاول يعني كل اللي بيكلمني يقول لي اسافر ولا ما اسافرش بشجعهم جدا ان هم يسافروا. الحمد لله لما انا طلعت في بنات كتير قوي بعديه اتشجعت ان هي تاخد الفرصه وتسافر وتشوف الدنيا عامله ازاي وتجرب التمرين هناك والماتشات هناك. الجزء الاخير من